الناس على فكرة بتقبل على المسيح لغاية دلوقتي لكل المجد من كل أنحاء العالم. شهود ليه، شهود كتيرة جدا جدا من داخل الحظيرة ومن خارج الحظيرة، وبسمع بوداني وبشوف بعناية نفوس شخص المسيح للمجد شدهم ليه بقوة بقوة. وأنا قلت لكم قبل كده هقولها تاني، أحد الناس المفكرين الأدباء العلماء صاحب الرأي المستنير وكتابات وكتب تواصل معايا وبيقول لي صلي لي يا ابونا عشان أنا تعبان وعندي ثقة يقينية داخلي إن شفاي هيكون على أيديك. هو أخ غير مسيحي على فكرة، إحنا كلنا واحد يعني محب. وأنا بحب الروح الحلوة دي اللي فيها، فقلت له حاضر هصلي لك، انت ايمانك حلو وانا هصلي وانا ضعيف لكن هصلي لك، شفعت ابو سليمان بابا كرولوس وان شاء الله تبقى زي الفل وتقول لي. راح بعت لي تاني قال لي طب انا بطلب منك بالحاح تطلب لي باسم الرب يسوع المسيح. ده من ضمن الرسائل يعني، فكده عرفت ان ايه يبقى بيعرف الانجيل. فسالته قلت له حضرتك بتقرا في الانجيل؟ كانت مفاجاه، وكانت المدام سمع المكالمه دي وعلقت وحولك قالت ايه؟ فقال لي أنا قريت أسفار العهد القديم بالكامل وكذا كذا كل ما يخص اليهود، وقريت العهد الجديد بالكامل، أما بالنسبة للمزامير دي كانت مفاجأة أنا حافظها كلها عن ظهر قلب. مراتي قالت لي ده احنا على كده مش هنخش السماء، لو قلت لها هنخش بس هيكون أحسن مننا. حافظ المزامير كلها عن ظهر قلب. فالمسيح المجد بيشد نفوس ليه كتير جدا عن اقتناع بشخصه العظيم اللي ما طلعش كلمة واحدة تأذي مشاعر حد. ده المرأة الممسوجة في ذات الفعل ما لاش كلمة توبيخ واحدة ولا ليه حتى عملت كده، ده مشى الناس اللي مسكنها وبعدين مشوا كلهم، وبعدين قال لها يا امرأة، يعني خطبها باحترام، يا امرأة دي الكلمة اللي قالها له المجد لكلية الطهر العذراء مريم أم الله والعود الصليب لما قالها يا امرأة هو ذا ايه ابنك اين هم مشتكون عليك أما دانك أحد ولا أنا أدينك. وهو الدياء وسهل يقول يوبخها يقول لها كلمة اذهب ولا تعود تخطئ. فاللي بيدرس الإنجيل وبيتعرف على شخص الرب يسوع بيلتصق به جدا ويمسك فيه قوي وبيحبه من قلبه، لأنه بيحب شخصية مريحة وبترفعه من الوحل للنظافة، بترفعه من الخطية للقداسة، بترفعه من الأرضيات إلى السماويات، بتخلي الإنسان باله مرتاح ملقين كل همكم عليه فهو يعتني بيكم. باله مرتاح مش شايل هم، ملقين كل همكم ايه عليه فهو يعتني بيكم. دي حقيقة أحباء، دي حقيقة. فالمسيح لما كل بتعرف عليه بتشد ليه وبيجيله لوحده. يعني حضراتكم سامحوني أنا مجرد أسيس غلبان على قد حاله فلاح كده. حضراتكم جايين بهذا العدد الكبير وفوق وتحته واللي واقفين والرجالة اللي واقفين والستات والبنات، طب ليه؟ بتحبوا شخص الرب يسوع من خلال ضعف جايز او من خلال الكلام اللي قالهولنا في الانجيل وبنفسره مع بعض. فبيشد الانسان، بيخرجه من هموم الحياه ومضايقات الناس والخطيه والشر اللي في العالم الى حياه قداسه وبر، الى حياه مفرحه، الى حياه كلها فرحه وسلام. صح يا احبائي؟